هبط مستوى الطرق البدائية 98. كاين مشاريع هامه، وهي واش المشروع؟ كاين المشروع هذا هي تاع طريق المنفذ، طريق السيار اللي يربط مدينه باتنا، ولايه باتنا ب طريق السيار الشرقرب من بلديه جرما الى شرغوم العيد، في 62 كيلومتر. هذا راح ينجز شطر منه يسلم ان شاء الله في سبتمبر، والشطر الثاني 42 كيلومتر يسلم في اواخر السنه هذه الجاريه.